طبعا وفق القانون المدني الكويتي العقد شريعة المتعاقدين. نعم. فيفترض أن يكون في عقد بين الطرفين يحفظ حقوق كل طرف، بمعنى أنا طرف مالك بالتالي أبي أجرتي، وأنت طرف مستأجر تبي المنفعة خلال نعم. الفترة هذه. لا، كتبنا هذا في عقد، يتم حفظ حقك في الموعد ويتم حفظ حقي في المبلغ. المشكلة اللي تصير يعني مثل مثال تأجير الملاعب، غالبا وقتي ومبالغ بسيطة ما يرجعون فيه، حتى لو صار فيه خلاف ما يرجعون فيه للقضاء، ما يلجأ فيه للقضاء. أنا مأجر ملعب دافع 20 دينار أو 30 دينار لمدة ساعة، جيت لقيت الملعب مشغول خلال الفترة هذه، أروح حق صاحب الأرض أو القائم على الملعب، هذا أنت حقي هذا الوقت، ليش أعطيته حق غيري وكذا، يا بيرد الفلوسي يا باخذ ساعة مقابلها، إذا كان الفريق اللي قبلي داش نص ساعة باخذ النص ساعة الثانية. لكن الخلافات ممكن تصير غالبا في حجز صالات الأفراح، نعم. اللي تكون مبالغها نوعا ما شوي تسوى، وثانيا مواعيدها، نعم. تكون مواعيدها جدا بعيدة. يعني احنا الحين انا اتعاقد على صالة افراح وادفع العربون او ادفع جزء من المبلغ، والصالة الحجز بعد 5-6 شهور 7 شهور بسبب تزاحم المواعيد او بسبب ان انا عرسي او مناسبتي في ذاك الوقت. هني قد يكون في منشأ خلاف، اي صاحب الحجز ويتراجع عن حجزه قبل فترة، او ما يكمل جزء من المبلغ، صاحب الصالة يقول يا تكمل لي خلال الفترة هذه ولا ترى حجزك ملغي وبعطي حق غيرك. هني يكون منشأ نزاع. الحمد لله يعني القضاء عندنا، القضاء الكويتي قضاء نزيه الحمد لله، مشهود له بهالأمر هذا. قد تكون القضايا تاخذ وقت، لكن في الدعاوى قليلة القيمة اللي هي أقل من 1000 دينار الأحكام فيها تكون سريعة. بس أحيانا يكون يعني إلغاء الحجز لسبب خارج عن الإرادة، يعني يكون مثلا مرض او لا سمح الله وفاة الى اخره، هذه الامور تكون خارجه عن الإرادة، اضطر الشخص انه يلغي حجزه. اي نعم. واحيانا طبعا ينزلون اعتذارات بالجرائد الرسميه، لكن في بعض الناس تتعنت يقول لك لا انا بيني عقد لازم، في بعض الناس لا والله نخصم مبلغ معين وترجع الامور ما في مشاكل. يعني هذا ما يفترض انه يكون يعني، وغالبا يعني ما يلجأ للقضاء الا بسبب التعنت هذا. لو الناس يعني تمشي الامور بسماحه وكل واحد تنازل عن جزء من حقه لانتهت غالب الامور بدون مشاكل. المشكله اللي تصير في التعنت هذا، بعضهم يقول لك والله انت حجزت علي الوقت هذا والحين ما القى لي احد اجره مني، نعم. انت خسرتني، انا ابي المبلغ. نعم. لا بس خلينا نشوف، دام ان خلصنا من الاخ افراي، خلينا نشوف الجانب الرياضي مع مهند. الحين انتم كفريق جروب تشتغلون مع بعض، نعم. دون تحت عمل اي مظله كاتحاد إلى آخره. أنا بسألك سؤال، كم أسعار السياكل تتراوح من إلى، خذ راحتك تفضل، في سياكل ب2000 دينار تصعد ل 25,000 دينار، ومن جيبك كله من جيبك ما في. حبا فيها الهواية الحمد لله، رسالة نتمنى حقيقة أن يعني تكون هناك رعاية إلى أخواننا في فريق كويت رايدرز للدراجات النارية، ضم هؤلاء الشباب اللي قاعدين يزاولون المهنة هذه الهواية، عفواً هذه الهواية. حققت بطولات مشاركات خارجية؟ والله بضاري محقق 12 بطولة، وكل بطولة مكلفتها شيء وشويات، شيء ما تتصوره. نبي نعرف شوي يعني كم بطولة. بطولة بضاري يسولف عنها احسن، وهو تفضل بضاري وياك، هو اللي دافع من كيسه في 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 يعني. لا بس قبل لا تسترسل بضاري، دول مجلس التعاون مشهره اللعبه عندهم وتحت رعايه حكوميه الى اخره. ايه والله نعم، حتى بالرزنامه الدوليه تنزل دول مجلس التعاون. ماني ذاكر ماني ذاكر كمثال، كمثال تبي كمثال عندك، اذكر الدوله دبي، الإمارات عندهم البايك ويك يسمونه، بالرزنامة الدولية تنزل في الكالندر كاملة أوكي. زين بالسنة من ضمن الجدول موجودة. خلنا نرجع للبطولات اللي حققتها. والله البطولات 12 بطولة لله الحمد، كل بطولة مكلفتني
الشيء الفلاني. الشيء الفلاني نعم. عساكم على القوة. ومهما يكون يعني نتمنى يعني أن يكون عملكم في هذا الفريق تحت مظلة الهيئة العامة الشباب الرياضة أو اتحاد مشهر. أخوي خليل كأنك تفكر. أنا والله الحقيقة يعني شوف ما شاء الله الله يخليه إن شاء الله يعني 12 بطولة ما في مؤسسة من المؤسسات أو بنك من البنوك قالوا تعالي بوا هاي تبرع هاي هدية لك أو مكافأة لك يعني يعني الشخص التعب اللي تعبه والمجهود والحط من حقه من جيبه مو عشان يرفع اسم الكويت وين أكيد. المؤسسات ما شاء الله عندنا خير وايد المؤسسات الوطنية المؤسسات هذه اعتقد يرجع إيه عليهم يعني حرام والله العظيم يعني كإعلان انا قاعد افكر في كالحرام يعني 12 بطولة ما طلع واحد قال يبا تعال مؤتمر صحفي وهي هدية من الشركة الفلانية الأقل دعاية للشركة مو للشخص مسكين يعني هو إيش كثر دافع يعني تفضل أخوي فريح يعني أتوقع شركة السياك المنتجة اللي تبيع الوكيل نعم. إيه الوكيل لا فائدة بهالشيء هذا أكيد بالإضافة إحنا يعني نشوف مثل بطولات السباقات بالعموم ما أتكلم عن درجات الهوائية بالذات نشوف رعايات يعني من شركات كبيره وشركات عالميه معروفه. اخوي فريح انت تسولف علي وفي ابتسامه وراك ذاك الصوب عند فواز ابتسامه فيها يعني خجل ما يصير وفيها الم انا احس ان فيها الم قول اللي بقلبك شيء يقرقع بقلبك. والله نفس ما تفضل اخوي قول ما في ما في ما في الناس اللي قاعده تساعد بهالشيء زين طيب وانا شخصيا ما احب اروح اقول حق اي شخص تعال أكيد. كن راعي رسمي انا عندي اهم شيء للامانه شخص من الكويت يه بهالديره خذ منهم بطوله ومشى انا هذا اللي يعني المهم عندي بس اخوي فواز احنا نعرف الالعاب الفرديه في اي بطوله عالميه لازم يكون عندك سبونسر لكن انتم ما سعيتوا لا عن السبونسر ولا عن اشهار النادي ولا عن دعم فالعالم ترى ما سعى عنكم انتم ما سعيتوا لا اخوي مو احنا ما سعينا الهوايه هذه موجوده من سنين في نوادي بالكويت منشاه تبع شركات معينه تحت اسم معين زين صار لها سنين بالكويت احنا يوم فكرنا لما نطلع برا الكويت نمثل الكويت انا ما امثل الشركه الفلانيه كاسم شركه فلانيه انا امثل اسم الكويت ورافع علم الكويت وين صح. ما رحت صح لما انت تي تبي خلينا نقول كوكاله سيارات او وكاله سياكل يقول لك لا انت مو طالع باسم المنتج اللي عندي انا ما راح اساعدك اخذ شيء من اللي عندي وانا اساعدك فيه للاسف حتى هالشيء مو موجود يعني احنا لما نروح نطلب حق المسابقات من الشركه اللي احنا شارين منها السياكل نقول له ترى عندنا بطوله بعد شهر ما عليك امر عجل لنا في الاغراض اللي طالبينها يقول لك تبي اغراض زياده لازم تدفع زياده فلوس عشان الشحن راح يزيد عليك الاغراض عشان تطلبها اسرع شركات الشحن تختلف من شركه لشركه ما في مساعدات نهائي بس احنا المشكله يعني هاوين الشغله بدمار مثل ما يقولون يعني قاعد نسافر قاعد نحط السياكل بالسيارات ونشحن من هني سايقين لي دبي اخوي فواز نفس الطريق العام تلاقيت وياه انا سافرت بالطياره وهو كان داق الدرب بالسياره تلاقينا بدبي لما تشوف برا شلون الناس قاعد تيجي الدول الثانيه طريقتهم شلون قاعد يعاملون ربعهم لما يسافرون في دوله من الدول لما يسافرون ربعهم قاعد يطلع معاهم تلفزيون بكاست كامل بتصوير كامل احنا ولا احد حتى صوره هالكبر ما حد قاعد يحط لك ما في ما يقول لك انت انا اتوقع انت راي زيك انجازات الرياضه مشاكلها ما تخلص بس خلونا نطلع فاصل ونرجع اعزائي المشاهدين فاصل قصير وراجعين ثاني مره يا اهلا فيكم اعزائي المشاهدين رجعنا وياكم مع برنامج الغبقه في هالديوانيه ونرجع مره ثانيه مع مواضيعنا تفضل ابو عبد الله والله انا ودي ابتدي القعده الحلوه هذه بقصيدة من شاعرنا شاعر عمر طبعا غزلية عن الكويت تفضل طبعا يمكن أصعب موقف يمر على الإنسان أنك تذكر اسم نعم. مو موجود معك خاصة لما تكون جمعة
فأقول خلاص تصدق ليلة البارح. نعم تصدق ليلة البارح نطقت اسمك وأنا مدري. تصدق ليلة البارح نطقت اسمك وأنا مدري. جبرني الشوق أنطق به حبيب الروح إجباري. تصدق من نطقت اسمك وأحس النار في صدري. ألا يا خالقي سترك غيب الشاب هالطاري. ذكرتك دمعت عيني ذكرتك دمعت عيني وعرفت بغيبتك قدري. تصدق أنت يا خلي من إحساس الغلا عاري. نطقت اسمك حضر طيفك وحفرت بجيتك قبري. دفنت الحب وأعلنت الحداد بنشرة أخباري. حضنت الطيف بغيابك حضنت الطيف بغيابك وحضن الشوق من بدري. وتحضنت الفراق اللي ذكرته وصار تذكاري. وش الطاري وش الطاري عسى ما شر. وش اللي جابك الفكري بعد ما كنت لك ناسي تجي وتشتت أفكاري. وش الطاري وش الطاري عسى ما شر. وش اللي جابك الفكري بعد ما كنت لك ناسي تجي وتشتت أفكاري. أنا ما كنت لك ناسي أبتناساك يا عطري. لأني لو نسيتك يوم كتبتك وسط أشعاري. كذبت وقلت لك ناسي أكابر يا بعد عمري. كذبت وقلت لك ناسي أكابر يا بعد عمري. لأني لو نسيتك أكتبك في وسط أشعاري. كذبت وقلت ما أحبك بداوي بكذبتي كسري. أكابر وطوي جروحي وعيش بغربة إصراري. هروبي من جروحك صعب أسير وطاغي أسري. عجز تهرب وذا طيفك يبيح باقي إسراري. أشوفك عمري اللي راح وأشوفك للشقا دهري. وأشوفك دني تنظل ما بها يا طول مشواري. تصدق ليلة البارح نطقت اسمك وأنا أدري. صح إن شاء الله كذبت وقلت ما أدري لأنه جاني إجباري. صح إن شاء الله صح الله بدنك. ايش رايك اخوي ناصر؟ والله يقول صح لسانه. انا تو وصلني مسج حق الاخ بوهاني يقول لي ابي سالفه فنزويلا. وين كاتبين؟ فنلندا. كاتبين فنلندا. وشنو هذه سالفتها ابو هاني؟ هذيل طال عمرك احنا وصلنا فنلندا اساس معسكر تدريبي كان حق لك. انا كنت عضو اداري الوفد كان الاخ بدر دياب وناصر رئيس الوفد. لا استغفر الله كنا حكام احنا مرافقين. كان رئيس الوفد كان مشاري البرجس اداري الوفد معهم المرحوم صلاح سويدان ومعنا كان جاسم اشكناني مدرب خيطان ومعي انا المرحوم صاحب المزيد الحكم. احنا وصلنا والله يوم وصلنا يقولوا عاد ويهكم خير علينا درجه الحراره 13 تحت الصفر كان اكثر. المولى تمينا في تقريبا اسبوعين تدريب وهذا احنا استاذنا من رئيس الوفد قلنا احنا بنروح للكويت بعد خلصنا معاهم يعني. موعدنا ان نروح قبلهم بيومين كذي. قلت خلاص احنا باكر الصبح على طول نذهب اغراضنا نمشي. بالليل ما خلونا الربع ننام. شو سوى مشاري البرجس وصلاح الله يرحمه يطقون الباب علينا حيل خرعون. انا خفت والله صاير شيء صاحبي في شيء. بطلت الباب كل واحد قام يصارخ وقام يضحكون علينا. ردينا الصبح من نجهز اغراضنا نمشي. شو ترى البارح ما خليناكم تنامون وازعجناكم. قلت لك كله وعد هاي غشمره بعد وناسه احسن من الغشمره شكو. غمس حق صاحبي قلت لهم بالسوالف واروح فوق غرفتهم وانقع ملابسهم البيجامات والدلاغات كله بالباني والماي فتحت لهم عليهم الماي. المهم انا رايح نسلمنا على مسامحونا ترى البارح ما خليناكم تنامون. قالوا لنا مرتين. قلت لا يبا هاي الغشمره عفا عليك سفرة ما فيها غشمرة ويا الربع ما مي سفرة هذه احنا رايحين ما تم عيل. قلت المهم ركبنا قبل ان نركب التاكسي سلام. قلت عيل اذا الليلة اذا نمتوا
أنا اللي منكم ذبايح أعطيكم روحوا. حلو بهاني. ثلاثة تحت الصفر وملابس منقع بماء. استاني يوم صلوا لقيت شيء والله صدق هاي الغش قلت هاي الغش مرعي شو.